FM. الكلمة ليك. مع الأسف انت ريت الفترة هذيك الجحافل والقوافل نتاع نداء تونس اللي سايب الكرسي يجي الاخر يقعد كرسي في جرته، في الاعلام اللي سايب كرسي يقعد في الاخر في جرته، ريناهم الكل، داروا الكل، الاعلام الكل تنفخ في صورة سلباجي، ريتو سلباجي في القناة اللي ذكرتوها قبيله كيفاش يخرج لكم الور دو غران ديكوت محلاه ولابس ومكستم وكرافات مزيانه وباش ايش ذبانه في مكاننا وقدامه صحفي او ما يسمى بصحفي باسهله يفرش في الورد قدامه، وخلقت الهاله وتخلقت الصوره وخذينا الجرائد يوميا ونشوفه في صورة سلباجي، وحتى حد وكان ديبا كونتراديكتور لا جمعوا بحد طرف سياسي اخر باش يتناقش هو اياه، وبطبيعه الحال خرج النتيجه. رينا رئيس الدوله الحمد لله انه صلاحياته محدوده، لانه ريناه اللي هو زاد كشخص محدود. يعني سؤال اخير سيد اي فواصل خليه يواصل فكرته. ريناه كشخص محدود، يعني ماهوش ولد عصره، ماهوش ولد الزمن، هذايا انقطع عنه خاطر كل واحد منا ما نجم يتابع الزمن ويواكب الا لمدى معين. ثم رينا في الاخر نهايه انه يعين راجل يتصور على انه على قد يده، سي الحبيب الصيد مع احترامنا ليه كشخص، وانما ليس اهل وليس كفء. الكلمه ليك.